لاحظتوا متتبعي الاعزاء كما كتشوفوا راه هاد الارض هذه سبحان الله العظيم كلها صخور، ورغم ذلك نايض فيها سبحان الله العظيم الاكل هذا في هاد النباتات. سبحان الله العظيم شوفوا على مفاجأة. سبحان الله راه شي قرون هنايا قرون، واش الله اعلم واش ديال شي حولي ولا ديال المعز البري، الله اعلم. هاد القرون راه ديال شي حولي مثلا. دابا هذا راه ما يكونش، شوفوا سبحان الله العظيم الشكل ديالهم. يكونوا ديال شي حولي هذا والله اعلم. يعلم الله شحال عندو ديال الوقت هنا. كان حولي راه بحال ديال البلاد هاد الحوالة، هاد الحوالة هادو اللي عندهم هاد القرون الملتوية بحال ديال البلاد سبحان الله العظيم. وراه قليلة هنا في اسبانيا هاد النوع هذا ديال الأكباش. معذرة مشا سبقني، رايك هي عيات مسكينة شي. القطع ديال الغنم كما كتشوفو الاخوان والخوات، دار واحد اسباني عندو هنايا واحد قطع ديال 300 راس. طير عيوم هنا في هاد الجبال هذه. سبحان الله العظيم شافوهم الغنم وبداو شافوهم المعز بداو تيصيحوا. قلبوا على النباتات ما تقلبوش على العشب. المكان هذا اللي ننزل منه دابا شويه صعب في المشي، حطوا راه في هذا الصخر هذا بحال الكاياس كيزلق. والله يدير الخير. لاحظتوا من هنا راه ما نقدرش نمشي من هذا المكان هذا، هنا كاين الجبل خصني ننزل من هنا، من هنا من غادي هذا المعز قدامي من هنا غادي نهبط. المعز ما كيخافش. قدر يدوز من داك الجبل يدوز منه.
على بالوش. هو علاش كيقولوا لي كلات المعزة في الجبل تحطوه في لوطه. المعزرة الاكل ديالو هو الجبل، هو اللي في الجبل. هاد النبتة هادي راه الحلفة، هادي هادي الحلفة، هادي موجودة تاهي هنا في المنطقة هادي. انا كندوز من الاماكن كما كتشوفوا لي كتكون باينه، كنشوف اشنو قدامي باش ما نعفطش على شي حاجه، على شي تعبان ولا شي افعى ولا شي حشره اللي تاديني. هذاك اختار هاد الاماكن هادي كيكون فيهم كل شيء واضح. كتكون هاد المسالك واضحه وكنشوف اشنو قدامي. ونطلبوا الله يحفظ. وبحركة خلي المعز يمشي قدامي باش لا كانت شي حاجة كانت شي حشرة ولا شي تعبان ولا هادي، المعز كيزعجو وكيتخزن وكيحيد من الطريق. لهذا كنمشي انا مرتاح. تا الضجيج ديال هاد الأجراس تا هو راه كيبعد كيبعد السامات ولا أي حاجة اللي ممكن تهدي القاطع ولا تهدي نعم. سمعت شي نعجة كتصيح، شاد تبقى تكون تخرات لداك مول القاطع ديال الغلام، الله أعلم، ولا تكون ولدات ولا سمعتها كتصيح عانا قريب. تبي الاعزاء كما كتشوفوا راه كنت جاي مع واحد المسرب من هنايا. العام الماضي ما كانش، وهاد العام راه عاد داروه. تما كما كتشوفوا راه داروا واحد سميتو ديال الروته من هنايا، ملي كيجيبوا الناس واحد الدوره من جنب جبال التركه. عاد داروها جديده، انا حطوه هنايا سينديرو ديال المدرسه كونسيبسيون التركه الالتو مالاغا. دابا دايرين هذا ودايرين واحد ليه، المهم غاديين ودايرين واحد المسرب دايرين في هذا البلايك هذا باش الانسان ما يتلفش، خاص كاين تيجيو واحد التوريست يخليو الكرفانات ديالهم في هذا الباركينغ هنايا وكيخرجوا يتمشاو على رجليهم. راه هو هذا، وهذا المسرب هذا حتى هو غيساعدني تانايا، غيسهل عليا المشي هنا في هذا الجبال. هذا انتما لاحظتوا دايرين هاد العلامة، هاد العلامات هادو انتما الاخوان والخوات كما كتشوفوا هما فين دايرين واحد اخر. دايرين واحد اخر هنا صافي. الانسان كيتبع غير هاد سميتو حتى تيوصل لداك المكان اللي بغا.
هنايا راه يكون صعيب شوية المشي. لا العام الماضي راه كان بزاف هنايا الأشجار. هاد الأدغال هنايا دابا الله أعلم غيكونوا قطعوا ديك الأشجار باش ممكن الإنسان يدوز منه. راه مازال داكشي كيف كان وصعيب المشي من هنا. شتو الإخوان والخوات مغامرة راعي المعز شي كيدق هاد الشوك هذا كاين هاد الخش هذا بزاف هنا. سبحان الله العظيم صافي راه تجمعو غادي نزيد نتمشى. هانتوما غادي الخوان والخوات داك المسرب راه هو هذا على حطو راه ماركين دايرين صابغين هاد المكان هذا. شوفو سبحان الله العظيم الما فين خارج، الما هذا راه خارج من هاد الحجرة هذي. سبحان الله العظيم خلق الله ما يشاء وكذلك راه خرج الماء. شوف واحد الغيران هنايا المكان هذا راه صعب فيه المشي. شو راه ندوز منه ندوز من وسط هاد الأدغال هادي هنايا. ما كيكونش المكان اللي غيدوزو منو المعزرة كيكون ما كيكونش المكان واضح، انا خصني نجي قدامهم وهما كيتبعوني. هذه هي الطريقه باش تندوزو المعز من شي اماكن كتكون غابويه. ما واضحش فيها المكان اللي غندوزو راه خصنا نجيو قدامهم. ومع هاد الأجراس تاهما ما شاء الله الصوت ديالهم كيسمعو المعز الآخر اللي كيكونو باقيين اللور تاهو كيتبعو، كيتبعو غير الصوت هما كيتبعو بعضهم البعض. درا كيعجبهم هاد النبتة هادي معرفتش الإسم ديالها، شرطم هذا الله أعلم. نظرك يدير واحد النوارات هادو
صافي دابا دوك الاماكن الصعبه ومسالك الوعره راني فتها، الا لاحظتو هنايا راه كتبان هنايا الارض مو بسيطه بعض الشيء.